يا عم بالله عليك، بالله عليك، ما دي بالله وربنا يا عم بالله عليك، هتجيب لي سكتة قلبية سكتة قلبية. اهلا وسهلا بكم في رانكين جديد على قناة مستر تيربو، يقدمه لكم مستر. ايه اللي انا بقوله ده؟ المهم رحلة الغسق معانا، ده اول طريق ونلعب رانك برضو النهاردة كالعادة. وجبت بقى امبيريو ورحلة الغسق، امبيريو بالصامولة اللي في راسه دي. الطريق معلقش الحمد لله، يلا بينا. لا يمكنك هزيمتي. يلا بينا. لا ننطلق في البداية ونجري زي ما الناس بتقول لي، انت ليه بتهتم بالاسلحة؟ اجري محدش هيوصل لك. يمكن اجري ومحدش يوصل لك. الحمد لله جالي درع، ده اهم حاجة. واحد وصل لي. ازاي يا علي؟ لا يا علي. تضربنيش بعد التيربو. جاله قنبلة، انا جالي صندوق. كله هيصلي ويضربني دلوقتي. كويس، نزلت ماشي بتربو. ولا يا اسطى كده يا اسطى، كنت عايز اخد التفاح عشان الدرع يبقى ازرق. اسرع ايه بقى؟ اسرع ايه؟ ما انا بقى اسرع اهو. فيش تلغيمات؟ فيش تلغيمات. كويس كويس. يا الهي خد يا واد، معاه درع. ماشي، ليه تفقد سرعتك ومعاك درع؟ ايوه درع راح منه. تعالى، معلش معلش. لا لا كنتش عايز يضيع. يا سلام، الله، يا سلام يا سلام يا سلام. كمان واحد كمان واحد كمان واحد. طيب احمد يتضرب. امشي يلا امشي يلا. ايه ده؟ نايس، مش كفاية امين. يا السرعة راحت، اجري اجري اجري. ماشي بسرعة بسرعة، نوصل على الخشبة بسرعة. ده علي كان قدامي كمان، يا على الحظ. لا استنى برونكو، استنى برونكو. كويس، حان وقت القيام ببعض التجارب. ها ما جاليش سور انجن صح؟ صدق كويس ان جالي دروع الحمد لله. والقنبله بتاعتي لو كانت جت في علي في الاول كان زمان انا الاول، بس هو حظ بقى. يلا مش مهم، برضه مركز تاني ممتاز ممتاز، مش هنطمع. المجاري المجاري، ايوه يلا. افتح الطريق ايها المغفل.
لا يا اخي. ايش نجينا؟ ناخذ اسلحه واخذ تفاح واخذ سرعات. جالي صواريخ في الاخر ملهاش لازمه. ايوه تتوقف عن صدمي. اوتش. ازاي يا احمد ازاي يعني؟ حلو يا اخي يا اخي. لا يمكنك هزيمتي. مرمي الرخم والله. ترى ده عدي يعني، انا خلاص جيت في الاخر خالص يعني. محطش صناديق للاسف. ايوه طاير الدرع من الواد ده. ايوه الله ينور عليك. لا بقى جويس. لاح طيب. وسع اوعى. لا اله الا الله. احمد والله قلت هيضربني ومعايا قنبله. البسها. ارميها لنفسك والبسها. ماشي ماشي بس كده عشان يجيب لي بربكه كل ده. يلا يا عم يلا يا عم. يلا يلا يلا. توقف عن صدمي. ايوه كده يلا. ايوه كده يلا. تعال افتح الطريق ايها المغفل. يلا مفيش وقت يا راجل. وسع. يا إلهي تعال كمان بردوجة بقى. تعال علي يا كان قريب مني جدا. الفرملة دي ضيعت كل حاجة. ماشي طيب كده الأرقام كلها قريبة من بعض. 15 14 13 11 8 7 6 4 مش قريبه قوي يعني، بس ايه اول اربعه كده قريبين جدا من بعض اللي هو 15 14 13 11 واخر اربعه قريبين من بعض برضه. ما علينا يعني، المهم بولر بس ما يعلقش ان شاء الله. ما علقش الحمد لله. يلا بينا يلا بينا. افتح الطريق ايها المغفل. اوعى يالا اوعى يالا. انطلق انطلق. حلو حلو حلو. يا سلام عليك. حلو جدا. نعم نعم الله عليك يا حبيبي. ممتاز ممتاز ممتاز.
هو الولد قرب مني، ما كبرش بقى عشان انا بكبر عشان ازود تربو زي كده. حاول ما كبرش بقى، اسرع. يا سلام، طب منبه، طيب كهربا، اي حاجه يا جدعان. ايه اللي معاه بردوجة واللي معاه نيلة واللي ايه يا جدعان؟ يا عم بالله عليك، بالله عليك، معديك بلفة وربنا. يا عم بالله عليك، هتجيب لي، هتجيب لي سكت قلبي، يا سكت قلبي يا. هيوصل لي اللي وراي، ما انا عمال اكبر. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم، حرام. الحمد لله تمام كده. الاول تعادل انا واحمد 20 نقطة، بس التاني برونكو 19، بعد كده 16 15 11 9 7. برضه الارقام قريبة الى حد ما من بعض، بس يعني اول خمسة كده منطلقين شوية، وهيجي بقى مدينة الضوضاء عشان يبوظ كل حاجة. يلا بينا، يلا بينا. افسح الطريق ايها المغفل، افسح الطريق. هاخد قنبلة كده في البداية او درع، هات لي درع في البداية. يا سلام، جابني بعد السرعة. يا عم بقى كفاية سرعات، وبعدين انا مش طبقت واحد، وانا التامن ازاي؟ انا التامن ازاي؟ انا التامن ازاي؟ بيقول لي اتجاهك خاطئ، ازاي؟ طب هعمل ايه عشان يتظبط؟ لا اله الا الله. ازاي خاطئ يا عم؟ طب البس زجاجة اوقع نفسي. ده جابني من اول خالص. ايه العبط ده يا جدعان؟ ايه العبط ده يا جدعان؟ عدوا عليا بلفة؟ انت جايب لي سرعة انت كمان يا عم، يا عم ناقصة شلل يا عم. يلا، راح الطريق الحمد لله. بس انا هلعب لو اللعبة خرجت حد تاني ناخد مكانه، بس سرعات كمان. يعني انا الأخير ومعديني بلفة وبيجيب لي سرعات. في كهرباء، واحد جاله كهرباء. ما ينفعش أضرب حد بقى معديني بلفة. يعني أنا الثامن، ويا ريت مستفاد بأسلحة الثامن. ويا ريت أقدر أضرب اللي معايا، ويا ما فيش خلاص. مش عارف أنا بلعب ليه، بس يلا مكمل وخلاص. اسرع، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه انا في اللفه الثانيه وهما في اللفه الثالثه؟ عمال تجيب لي سرعات، يعني اعمل ايه ثاني؟ مفيش بقى، مفيش، يعني اكني بلعب من غير اسلحه، انا ماشي بالسرعه اللي انت بتجيبها لي دي اللي هي مالهاش اي لازمه. كل ده عشان حبيت انطلق في البدايه. طبقت وقعت، طب ليه وقعت جبني؟ ما يعني اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ انا لو اعرف ان الجليتش ده الحل بتاعه اللي انا اوقع نفسي كنت وقعت نفسي من زمان، بدل ما انا استنيت لفه كامله بعد كده وقعت نفسي، فكان الموضوع تخيل ما وقعتش نفسي لغايه دلوقتي، كان زماني كل ده في اللفه الاولى. بص الناس وصلت خلاص وانا لسه في الرابعه. ماشي، محدش بيتعلم بالسهل. لمتى ياخذني الناس على اكس احمد علي كيتربو. طيب اول ثلاث مراكز 26 25 24، بعد كده انا 21 بسبب الجليتش المعفن، بعد كده 18 17 13 12. ماشي، لسه في امل، يعني بقى فرق خمس نقط بيني وبين الاول للاسف، ولكن ما زال في امل. يعني هنشوف حديقه كوكو اللي مليان جليتشات ده هيعمل معانا ايه. ايه ده، انا ممكن اعمل اعداد الجليتش؟ استنى، الشاشه فصلت، يعني نهار ابيض.
لحقتها. يلا امبريو جاب لي 90,000 جليتش. يلا بينا. لا يمكنك هزيمتي. 90,000 اقصد جاب لي ايه؟ 90,000 سوبر انجن. يا سلام على التشطيف. عامل سوبر انجن واخد من قدامي في الصندوق. ماشي عالي. فقدت سرعتك في الاخر. ليه يجيلك درع يا عم؟ حطيت زجاج انا. ما خلاص يا وحش، ما خلاص يا عم الرخم. هات لي سوبر انجن انت كمان. توقف عن صدمي. نبه كويس. صواريخ بقى عشان نضرب الواد ده بسرعة. حلو حلو. الله، هو ضرب اللي قدامه بقنابل. حلو ده. انا كان نفسي في اسلحه عاديه والله يا عم. بس ابتعد عن الطريق. عارف لو جاب لي سوبر انجن هبقى مبسوط قوي. ايش ربع حلو برضه. محدش يعمل سوبر انجن بقى وسابقني بقى. انا كنت الاول، جابوني بالسوبر انجن ده. ايه ده، بقيت الخامس ازاي؟ انا كنت الرابع. الرابع. يأخذني الناس على محمل الجد. احمد تي ده مركز الكام؟ طيب المصانع الحرارية. انا ما خلاص بقى مش عارف في ايه. في ايه ما كانت مظبوطة في البداية، اول ثلاث مبات وفي الاول ومتعادل مع احمد والدنيا حلوة. فجأة يجي جليتش، وفجأة يجي مش عارف حديقة. ما علينا، يعني هنشوف المصانع هو كمان. يلا بينا. احنا اللي هفسح الطريق عشان اللي ورايا ده هيجي لي بردوجه دلوقتي وهيضرب. مش شايف حاجه، مش شايف حاجه. نعم. ماشي بعيد شويه. خلاص كفايه سرعات بقى، يعني كفايه كفايه. ما جوش دول في حديقه كوكو ليه؟ مش فاهم. لسه استنى تفاحه ودرافت عند الاختصار، هبقى الثامن لا محال. فلازم اجري بسرعه، احاول اشوف الواد ده. يا عم هات لي التفاح. لا يمكنك هزيمتي. الطريق ده ما فيهوش اي ميزه. درع بقى. لا اله الا انت سبحانك. ايه ده؟ علي. يا سلام. لا عم انا راضي بالرابع. يلا
مع القرف اللي احنا فيه ده. يا سلام منبهات وكهارب بقى. نعم. خد برونكو لو ايه منبه. خلاص انا التالت. لا لاو بقى. لا لاو 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 انسى علي لاو لاو لاو. طيب انا في المراكز المتاخره، فرق بيني وبين الاول تقريبا 10-11 نقطه. انا غالبا كده الخامس او الرابع مش عارف، يعني الشاشه فصلت اصلا تعمل النقط فلازم احول كل شويه من الشاشه دي. ما علينا بقى، يعني مش ناقصه هوهوتك يا عم بالله عليك. والطينه يلا بينا. لا يمكنك هزيمتي. ايوه الحته دي كلها ضرب اصلا. ماشي تفاح يلا. ايه ده يا عم؟ طب كمل معايا. رائع يا جدعان. خلاص مفيش غيري بيتضرب، ما بيجيلي سرعات انا. طيب ابتعد عن الطريق. يا الهي عليك والله العظيم انت بقى. حتى هو لابس زجاجه معاه اسلحه، معاه قنابل. لا اله الا انت سبحانك. حمل يا عم السلاح لوحدك. الله عليك الله عليك. نعم. توقف عن صدمي يا عم، انت اللي عامل لي صدمه والله. ايوه فرمل كده. ماشي كويس كويس ان هو جاله درع. تعال يا علي. الله 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 الله. تعال يا علي لازم اضربك. ايوه الاثنين اللي في الاول ضربوا بعض. لا جالك تاني جالك تاني. انت بعيد ليه؟ هو خايف مني وانا خايف منه. كهرباء لا يلو السرعة. طب هو كان بيحاول يطبقني يعني. انا بعيد كهرباء انا بعيد. حظك عالي والله. هو حظ انا اللي وحش الصراحه. ايه ده اهو خد يلا. يعني لو يجيلي اسلحه عدله والله العظيم هبقى اضربهم، بس انا ما بيجيليش اسلحه عدله. اهو اهو شفت شفت. لا مش هبقى الرابع، انا عايز ابقى التالت. طيب
اوعى 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 اوعى. ازاي ما فرقتش فيك يعني؟ ازاي؟ يا سلام. ماشي يا سيد. ده قال بردوجة يا عم. خلينا اللي انا لو رميت ده هيجي كهربا ولا منبه وهتضرب وهيبقى بقى الخامس. خليني الربع خليني الربع. نبات معفنة نبات معفنة. يا عم فرقع فيه القنابل ما تفرقعش فيه. ايه الواد ده؟ طيب دلوقتي النقاط الاول والثاني 50 و49 نقطة ملناش دعوة بيهم، واخر 2 19 نقطة السلاحف دول ملناش دعوة بيهم. في النص بقى التالت انا وعلي متعادلين 35 وجوك 34 واحمد 32، تنافس احنا الاربعة على المركز التالت بشكل غير طبيعي. من التالت للسادس يلا بينا. يلا بلدة الحلويات 1 2 ضربوا في بعض. ايوه احمد اتضرب كويس. ماليش دعوه. لا 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 اتفضل يا باشا تعال 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 تعال. لا 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 سرعة ليه تقالي؟ طب يا عم لو زجاجة والله هيبقى ارحم. لا اله الا الله لا اله الا الله. سرعة خلاص يا عم احمد ما انت اخد بجاله درع يا عم. مش كده يا جدعان الحظ مش كده والله. اوه على كويس جت في احمد. الواد ده الاخير سلحفه وسع سلحفه. لا بقى لا حرام. انت ايه الاسلحه دي يا عم؟ ايه الاسلحه دي؟ بالرابع ولا الخامس يجي البردوجه؟ انا هاخد صندوق هيجي لي ايه يعني؟ هيجي لي زجاجه ولا سرعه؟ طب هقول ايه؟ هقول ايه؟ هقول ايه؟ بالله عليك هقول ايه؟ هو التنافس مع جوكو والتنافس مع احمد والتنافس مع علي. ايه ده علي ورايا؟ هو اسرع بقى. انا ضربت النبي بعد التربو الازرق على طول. ماشي يا سيدي. جالك كبيرة انت كمان ماشي. مش فارقة كتير بقى. العب العب. كويس بس كنت عايز منبه بقى ولا كهربا زيهم. عارف ده علي ده مين ولا انا ضربته ده مين؟ لا لا مش علي. اول ما الكهرباء تروح سبحان الله سبحان الله سبحانه والله العظيم سبحانه. يا جدعان بقى ما خلاص يا جدعان ما خلاص يا جدعان عدي يا عم. لا حول ولا قوة الا بالله. علي التاني علي خلاص كده اخد هو التالت فتقريبا انا هبقى الرابع او الخامس بقى. ظلم يا جدعان.
يا عم خلاص يا عم خلاص يا عم، انت بتنافسني انا ما بتنافسنيش انا. التالت ماشي، بس برضه احنا عالم سابقني مش مشكله، الحمد لله هم ضربوا بعض الحمد لله. طيب كده الاول ميسا 59 نقطة، الثاني 53، الثالث 43، وانا 42 انا وعلي، الفرق نقطة واحدة. ما علينا، يعني هو اخر طريق ده كان حظ وحش جدا 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 جدا، يعني من هنا لبكرة مفيش غير اخر لحظة بس اللي اخدت الاثنين اللي قدامي، لكن كان من البداية مش ماشية معايا نهائي. وبعد كده جوكو بقى واحمد وكي واكس، فالرابع مش وحش على اللي حصل ده، هو مش حلو بس مش وحش يعني. بس انتوا يعني وفي جليتش حصل وفي حاجة، لا يا عم حلو يا عم والله حلو يا عم. تمام، وبكده يكون انتهى فيديو النهارده. ما تنساش بقى لك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي، اللعبه اللي هتجيب لي النقطه دي هتجيب لي جلطه قلبي، ده كفايه اللي معمر بولر صح كان هيجيب لي جلطه، وحاجات حلوه كتير كده حصلت. سلام سلام سلام.